أكد علي العبدلي لاعب فريق الأهلي السابق عدم إخلاص بعض لاعبي الراقي وعلى رأسهم المهاجم السوري عمر السومة لقميص النادي عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق على حساب نظيره ضمك في دوري المحترفين. وتعرض فريق الكرة بنادي الأهلي لهزيمة مفاجئة على يد نظيره ضمك بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز ضمن منافسات الجولة 7 من دوري المحترفين السعودي. وقال العبدلي في تصريحات صحفية: هذه الخسارة يتحملها اللاعبون بكل معنى الكلمة وليس للجهاز الفني علاقة بالأمر. والسومة على سبيل المثال أين هو في مباراة كهذه لترجيح كفة الفريق؟ فأهداف الأهلي جميعها سجلها لاعب محور وجناح. وتابع: أداء اللاعبين يتصف بالعشوائية مما ساهم في استقبال شباك الفريق ب4 أهداف، 3 منها كانت في أوقات متقاربة، والسبب كله في عدم تمركز اللاعبين بشكل صريح وفقدان الانضباطية. وأوضح لاعب الأهلي السابق أن مشاكل الفريق الأساسية هي خط الدفاع، فالراقي ينقصه قلب دفاع على مستوى عال ويفرض شخصيته على اللاعب ليكتمل شكل الفريق. وتحدث العبدلي عن المهاجم السوري الكبير حيث قال: السومة يظهر لنا من وقت لآخر أنه يريد الرحيل، وذلك من أجل زيادة المبلغ المالي الذي يتقاضاه، وباتت تلك عادة سنوية، وإن كان يريد أن يرحل فليرحل لكن دون شوشرة على النادي، فهو لن يكون أفضل من أمين دابو وحسام أبو داود وخالد مسعد، وكلهم لاعبون مروا على النادي وأساطير رحلوا والنادي استمر ولم يقف عليهم. السومة بات على أعتاب مغادرة النادي بعد تأييد بعض أعضاء مجلس الأهلي فكرة رحيل اللاعب من أجل تجديد دماء الفريق. كشفت تقارير صحفية اليوم السبت أن مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت يدرس إجراء تعديلات عديدة على قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الميركاتو الشتوي القادم. وأكدت صحيفة الشبابية أن إدارة نادي النصر تفكر في إجراء غربلة فنية على مستوى الجهاز الفني واللاعبين الأجانب خلال الميركاتو الشتوي القادم. وأضافت أن الفترة المقبلة سوف تشهد تغيير جميع اللاعبين الأجانب الست ما عدا الأرجنتيني بيتي مارتينيز، كما ستشهد الفترة الشتوية عودة بعض اللاعبين المعارين وإعارة آخرين. ويملك النصر 7 لاعبين محترفين في قائمة هذا الموسم، ويقبع نادي النصر في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 3 نقاط بعد مرور 6 جولات. وغير بعيد عن العالمي، فجر القانوني صالح المقبل مفاجأة صادمة لنادي النصر بعد الكشف عن إمكانية إيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق لمدة 2 شهر بسبب عدم صعوده لمنصة التتويج في مباراة نهائي كأس الملك. ورفض حمد الله الصعود لمنصة التتويج بعد الخسارة أمام الهلال بصفته قائدا للفريق ليصعد وليد عبد الله حارس الفريق بدلا منه من أجل تدارك الأزمة. وأوضح المقبل في تصريحات للجزيرة أن ما قام به حمد الله يستوجب عقوبتين من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، مشيرا إلى أن نص لائحة الانضباط في المادة 69 يعاقب كل من امتنع دون عذر مقبول عن استلام الجوائز يعاقب بالحرمان من الجائزة سواء عينية أو مادية، ويعاقب بغرامة قدرها 20,000 ريال. وتابع: يجوز للجنة تشديد العقوبة وذلك وفق القاعدة العامة من الفصل الخامس، حيث تنص الفقرة 5 من المادة 39 على أنه يجوز للجنة بالخصوص تشديد العقوبات بالنسبة إلى المخالفات الواقعة في المباريات النهائية. كشفت تقارير صحفية عن قرار رسمي من مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، حيث الهلال دخل التاريخ من أوسع أبوابه بتحقيقه الثلاثية التاريخية وهي الدوري وأبطال آسيا وكأس الملك في موسم 2019-2020. ووفقا لصحيفة الرياض، قامت إدارة الهلال بإعفاء منصور الأحمد من منصبه كمدير تنفيذي للفئات السنية بالنادي.
وأشارت الصحيفة إلى تكليف مجلس فهد بن نفل جوزيف سيفيرا في منصب المدير التنفيذي خلفا للأحمد. جدير بالذكر أن قطاع الفئة السنية في نادي الهلال تلقى انتقادات عنيفة في الفترة الماضية بسبب عدم تقديمه مواهب شابة للفريق الأول. وغير بعيد عن الزعيم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا لاعتراف مثير لأحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال. واعترف السوري عمر خريبين مهاجم نادي الهلال في المقطع باستبعاده من منتخب سوريا بسبب ضعف أدائه مع الزعيم الهلالي. وأضاف خريبين: يعني لأنني ضعيف بالهلال، يقول المدرب أنني لست لاعبا كبير. جدير بالذكر أن التونسي نبيل معلول مدرب منتخب سوريا استبعد عمر خريبين من المنتخب الوطني السوري بحجة تدخله في الأمور الفنية. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.